السلام عليكم، أنا محمد غنايم. في بعض الأحيان تنام ما يزيد عن 10 ساعات، وعلى الرغم من ذلك تستيقظ متعبا نعسا، وتكون طوال اليوم في حالة تعب ونعاس غير مبرر، فتقول لما لا أشرب نسكافيه أو قهوة حتى أصبح نشط، فتشرب ولكن لا تشعر بأي تحسن، ويستمر شعور التعب والنعاس معك إلى أن تنام مجددا. إذا كان هذا الموقف مألوف لك فشاهد هذه الحلقة لنهايتها، ولن تشعر بالتعب مرة أخرى بإذن الله. طبعا كما تعلم نحن كأطباء ننصح بالنوم يوميا لمدة 8 ساعات على الأقل، حتى تكون الدماغ في حالة فعالة وتكون باقي أعضاء جسده قد تم إعادة ضبطها أثناء نومك وتعافت الخلايا. ولكن لماذا نشعر بالتعب والإجهاد على الرغم من نوم 8 ساعات يوميا وأكثر؟ أجاب على هذا السؤال دراسات كثيرة ألخصها لك في هذا المقطع بإذن الله. أول نقطة اتفق عليها الجميع أن شعورك بالتعب الغير مبرر ليست من النوم أو من عدد ساعات النوم، بل من الإجهاد نفسه. فأنت تشعر بالتعب لأنك شخص قليل الحركة في يومك، لا تمارس الرياضة، حتى أنك أحيانا ربما لا تمشي كفاية في يومك، وتقضي أغلب وقتك على الحاسوب أو على الهاتف المحمول، إما تشاهد أو تتصفح أو تلعب. صحيح، وهنا الحل بسيط، أن تمارس الرياضة، يعني كما يقال في الحركة بركة، فيجب عليك أن تتحرك أكثر. في نفس الدراسة جاء أن من يمارسون رياضة كمال الأجسام لا يعانون من مشاكل في التعب في يومهم، ولديهم عدد ساعات نوم أفضل، مع أن رياضة كمال الأجسام بحد ذاتها متعبة. صحيح، فالحل أن تمارس الرياضة، قم بممارسة كرة القدم أو كمال الأجسام أو حتى المشي، يعني قم بالمشي 20 دقيقة يوميا في الهواء الطلق، ضع سماعات الأذن وتجول وأسرع في خيالك، هذا يساعدك في تعديل مزاجك السيء ويساعد في رفع نشاطك. السبب الثاني الذي يجعلك تشعر بالتعب والإرهاق في يومك هو سوء التغذية وقلة شرب السوائل، ولابد عليك أن تشرب يوميا 1.5 لتر من الماء، يعني مثل هذه الزجاجة أو 6 أكواب ماء، ولكن أحيانا لا تشرب هذه الكمية بسبب أنك لا تشعر بالعطش. علميا عندما يقل الماء في جسدك عن 1.5% يقل تركيزك، يصبح لديك تشتت، وعندما يقل عن 2% يرسل الدماغ إشعار لك بأنك عطشان، يعني يجب أن تشرب الماء فتشرب حينها. ولكن عندما يكون نقص الماء لديك 1.5% لا يرسل الدماغ لك إشعار فلا تشعر بالعطش، ولكن جسدك يحتاج الماء، فبالتالي تشعر بالتعب والإرهاق. وصلت الفكرة؟ يعني ملخصة، حاول أن تشرب الماء في يومك عندما تشعر بالتعب حتى لو لم تكن عطش. طبعا يجب أن تشرب أكثر في حال كنت مريض أو لديك ارتفاع في درجة الحرارة أو تمارس الرياضة، لأن الخلايا لا تعمل بالشكل الصحيح في حالة الجفاف. يعني هنا لا أقول لك أن تتجول بين الناس وقارورة الماء بين يديك، يعني كما يفعل بعض الناس، تشعر أن لديهم مرض نفسي حول الخوف من الجفاف. الله سبحانه وتعالى خلق بالإنسان دماغ أدق من أدق الحواسيب التي خلقها البشر، هذا الدماغ يخبرك عندما تعطش، فلا داعي لهذا الخوف. فقط إذا كنت تشعر بالتعب الغير مبرر في يومك وأنت لست عطش، قم بشرب الماء، حلت المشكلة. أغلب الناس تشعر بالتعب والإجهاد بسبب الأسباب التي ذكرناها أولا، مثل نقص الماء، قلة ممارسة الرياضة، عدم النوم كفاية، نقص فيتامين بي 12، سوء التغذية. ونضيف لهذه النقاط القلق واحد من أهم الأسباب التي تجعلك تشعر بالتعب طوال يومك. يعني نحن جميعا نشعر بالقلق في حياتنا، فهذه الحياة يعني تحديات، مسؤوليات، اختبارات إلى آخره، ولكننا لسنا جميعا نشعر به بدرجة واحدة. فمن يبالغ في قلقه، قلق حرف القاف ثقيل، فمن يبالغ في قلقه يعني يتشكل له مشاكل صحية ونفسية وخيمة، مثل أمراض القلب. وأبسط تلك الأمور هو الشعور بالتعب والإجهاد. يعني مثلا تجد بعض الناس إذا جلس وحده يفكر، إذا وضع رأسه على الوسادة لينام ساعة لينام وهو يفكر، إذا داخل الحمام يفكر. يعني الحياة يا صديقي لا تحتاج منك كل هذا التوتر، هونها، لأن القلق الزائد سيسبب لك مشاكل نفسية وصحية، يعني سيسبب لك في مرحلة من الاكتئاب لا قدر الله. فإذا شعرت بالتعب المستمر حاول أن تقلل مسبباته بأي شكل كان. الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. على الرغم من كل الأسباب التي ذكرناها والتي أضعها لك الآن على الشاشة، البعض يجد أن في القهوة سببا في نشاطه، ولكنه أحيانا يشرب القهوة
ولا يصبح لديه أي نشاط. طبعا أقصد بالقهوة أي شيء يحتوي على الكافيين، حتى الشوكولا أو الشوكولاتة الذكية، أو توجد في بعض الأدوية الكافيين. فأي مادة تحتوي على الكافيين أحيانا تكون سببا في نعاسه وتعبه، وسأشرح لك الأمر. لأنك ربما تسأل أن تقول يا محمد لماذا لم تقل مثلا أن شرب القهوة يساعد في التخلص من التعب والإجهاد الغير مبرر في يومك. القهوة في دراسات كثيرة مفيدة للجسم، وهي تحمي الجسم من أمراض كثيرة مثل الزهايمر، وأنا من الأشخاص المحبين لها وأنتقي نوع القهوة التي أشربها بعناية. فآخر يعني ما أحتاجه في عملي أن أكون بلا تركيز، ولكن أحيانا أجد نفسي عندما أشرب القهوة أنعس أكثر. لماذا؟ هذا الأمر يعود علميا لأن مركب الكافيين الموجود في القهوة أو الشوكولا مشابه لمركب الأدونيزين. الأدونيزين هذا يعمل على إثبات الجهاز العصبي، يعني يسبب الخمول، النعاس، يقلل الاستثارة. الآن في الجسم الطبيعي الدماغ تقريبا كل ساعة يفرز الأدونيزين، فتشعر بالتعب والإرهاق حتى يسمح لك الدماغ بالاستراحة، وهو خلال هذه المدة يقوم بمعالجة الخلايا والعمليات الأغذية الأخرى. عندما تشرب القهوة أو الكافيين، بما أن الكافيين مشابه لمركب الأدونيزين فإنه يرتبط بمستقبلات الأدونيزين، مما يمنع الأدونيزين القادم من الارتباط بمستقبلاته، وبالتالي الشعور بالنشاط. العملية كما تعلم هي معقدة أكثر، ولكن هكذا أبسطها إن شاء الله. ولكن في الجسم كما أخبرتكم سابقا يوجد آلية تسمى بالنيجاتيف فيدباك، يعني عندما يزيد ارتباط الكافيين بمستقبلات الأدونيزين ويزيد كمية الكافيين المأخوذة يصبح مثبط لا محفز للنشاط، وبالتالي عندما تأخذ كمية كبيرة من الكافيين في يومك تصبح مثبط لا محفز لنشاطك بسبب آلية النيجاتيف فيدباك. لذلك يجب أن تعرف الحد الآمن لكمية الكافيين التي يجب أن تأخذها يوميا حتى تحصل على مفعول نشاط لا تثبيط كما أخبرتك. الحد الآمن للكافيين يوميا هو 4 ملي جرام، طبعا هذه الجرعة للبالغين الأصحاء، بما يعادل كوبين من القهوة أو 3 كحد أقصى، أو ما يعادلها من الشوكولا. طبعا على كل منتج سواء نسكافيه أو شوكولا يوجد على ظهره كمية الكافيين الموجودة به، أو مثلا يعني مكونات المنتج كربوهيدرات إلى آخره. فاحرص على ألا تزيد كمية الكافيين التي تأخذها يوميا عن 4 ملي جرام، وإلا يصبح تأثيرها مثبط لك لا محفز لنشاطك بكل بساطة. آخر حل يجب أن تأخذه بعين الاعتبار عند شعورك بالتعب الغير مبرر في يومك هو أن تنظم مواعيد نومك. يعني لو افترضنا أنك أنت اليوم تنام على الساعة 10 تستيقظ الساعة 6، يجب أن تكرر هذا الجدول طيلة الأسبوع حتى تتأقلم الساعة البيولوجية الخاصة بك. وحاول أن تأخذ قيلولة لا تقل عن 20 دقيقة يوميا. يعني القيلولة فوائد كثيرة ربما نتكلم عنها في إحدى الحلقات، وقيمة وفائدة القيلولة يدركها جيدا من يعملون أو يدرسون لساعات طويلة. طيب بما أننا نتحدث عن النوم، يجب أن نتطرق لموضوع مهم يحدث مع بعضنا، وهو أن بعض الناس تحب العمل والدراسة ليلا، وتجد في الليل فترة عالية النشاط بالنسبة لهم. هؤلاء علميا يسمون بالسوشال جيتلاك، يعني يوجد لديهم جين معين، هذا الجين يجعلهم يفضلون الليل للعمل والدراسة ويجدون به نشاط أكثر من فترات الصباح. وفي الصباح تجدهم يشعرون بتعب غير مبرر مع أنهم ربما ناموا كفاية. أنا صراحة بكل أمانة لا أصدق جدا بهذه الدراسة. لماذا؟ لأنني أنا أعمل في الليل، وأعمل حاليا في الليل، وأعمل في النهار وفي الليل، وجدولي مختلط على بعضه. فأحيانا أحب الليل، أحيانا أحب النهار، حسب ما نظمت الساعة البيولوجية الخاصة بي. فنحن نعيش في عالم العمل به صباحا، لذلك حتى لو أمنت بهذه الدراسة يجب عليك أن تحاول أو تجدول أو تأقلم جسدك على العمل فترة صباحية حتى تنجز. وإذا لم تستطع نحن نفهم ذلك علميا ونقدر حبك لليل وعملك به. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات. أتمنى أن تكون الحلقة مفيدة، ولا تنسى الإعجاب بالمقطع، وأتمنى لكم حياة مليئة بالنشاط والحيوية، ودمتم في أمان الله.